وليت عييت مات ولينا سيد بعد الله يخليك. قال لك سيدي راه ولدك راه ضارب. انا في الاول جاني واحد قال لي ولدك راه ضارب ما عرف ما في راسي والو انا تنترزق على الله تنقلب على تربي الخبز تنجيبو للدار. مني قال لي يا سيدي راه ضاربو يا ودي راه الدري راه غادي يقدروا ربما يتصالحوا راه ضاربو غادي يتصالحوا ما عندهم شي مشكل خايب ولا شي. ما قالش لي بان ما راه الدري راه ضربوه وقع راه بان من الدري مات ولدي مشى للسبيطار حتى هو مضروب. تا دازت واحد شي شويه عاد وجا عند واحد قال لي لا راه ولدك راه جاب لي خبر قال لي بان ما راه ولدك راه مشى للسبيطار وشدوه للسبيطار وضرب واحد الدري راه مات الله يرحمه وولدك راه شدوه تما فانتقت. عاد عرفت هذا المشكل وقع. انا كنت خدام وما كانش في بالي هادشي وما عارفش هادشي غادي يوقع. وهادشي امر الله تعالى واللي جات من عند الله راه مرحبا بها راه ديال كلشي ديال الله. ضروري اخويا غادي يبقى فيه الحال ما غنبغيش انا لولدي الحبس. كاين شي واحد يبغي ولدو يقتل شي واحد باقي صغير عنده 24 عام عمرو غادي يمشي في الحبس وواحد يموت ما راه تمكن. انسان يجرب من نفسه.